هذا وبدأت ميليشيا الحوثي بالمحويت في تنفيذ حملة لفرض التجنيد الإجباري، وهي الخطوة التي تأتي بعد مواجهات الميليشيات لنقص في أعداد مقاتليها بجبهات القتال. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات أقرت في اجتماع لها أمس الاثنين تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ الحملة، وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت على قيادات السلطة المحلية في جبل المحويت جمع 170 مقاتل لرفض صفوفها في الجبهات. ولمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عضو المركز الإعلامي لمحافظة المحويت مهيوب الآنسي. أهلا وسهلا بك، وأيضا يبدو بأن هناك تطور خطير تشهده محافظة المحويت من خلال تلويح الحوثيين بالتجنيد الإجباري، ما هي آخر التفاصيل لديك حول هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا أخي العزيز، أهلا بك، حياك الله. الله يحييك، وشكرا للطاقم قناة يوم شباب. أهلا بك. حقيقة أخي العزيز، ميليشيات الحوثي في محافظة المحويت، تعلمون أن محافظة المحويت هي منطقة وكأنها منطقة النحل لهم، وتستمر ميليشيات الحوثي في التجنيد في المحافظة وفي المديريات، وذلك بالضغط على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى مشايخ المؤتمر بالتجنيد الإجباري على المواطنين، وذلك بعد ما يعني هناك العديد لديهم في الجبهات في جبهات القتال وخلال الكثير منهم. لكن ما مدى خطورة إجبار الناس على تقديم أبنائهم لجبهات القتال من أجل معركة إيران أصلاً؟ هناك طبعا خطورة على أبناء المحويت من قبل الميليشيات، لحيث كثير منهم يعني يلوذ بالفرار من الجبهات بعد الضغط عليهم، وتستمر الميليشيات يعني في التجنيد الإجباري على المواطنين. وكما تشاهدون وهناك يعني ميليشيات المحويت ميليشيات الحوثي في المحافظة بأنها تجند الشباب، وذلك تعمل معهم وعودات كاذبة بتلقيهم مبالغ مالية أو تمنحهم أرقام عسكرية على هذا الخبر. نعم. طالما أن هناك ضغط على الأهالي لتجميع جنود من أجل رفدها إلى جبهات القتال، هل يمكن أن تنجح الميليشيات في ذلك، أم أن ذلك يمكن أن يجعل من المجتمع ندا لهذه الجماعة؟ لن تنجح حقيقة في المحويت. هناك يعني أناس في المحافظة يقفون ضد هذه الميليشيات، وكما تعلمون بعد ما أن أحد المواطنين علم بابنه قتيلا في الجبهات، حيث بعض القيادة اتصلت لوالديه يأتي إلى يأخذ الجثة وهو لا يعلم متى يعني تم تجنيده. فهناك استياء كبير من المواطنين ومن بعض المشايخ العقلاء في المحافظة. نعم، نفهم من ذلك بأن المجتمع لن يتقبل هذه الظاهرة وسيكون ند لهذه الجماعة. نعم، المجتمع بكامل ضد هذه العصابة وضد التجنيد وضد الانتهاكات بشكل أكبر يعني. نعم، تعتقد أن المصلحة الأفضل للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات هي البدء بالتنسيق مع القوات الشرعية باعتبارها المنفذ الوحيد حاليا؟ نعم، هناك يعني في كما تشهدون يعني أن المحافظة المحويت بشكل عام يعني مثل الحوثي تكثف من التجنيد بسبب أن الشرعية كلما شفتها تتقدم على المناطق التهامية، وهي تحاول أن تعسكر أكثر عدد لها. نعم. لتدفعها من الجبهة للصد للشرعية. نعم، هل تعتقد بأنه من الأفضل أن يتوجه أهالي هذه المناطق وهذه المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين أن يتوجهوا مثلا إلى الشرعية باعتبارها المنقذ الوحيد؟ نعم يا صديقي، كثير من الشباب يتوجهون هذه الأيام إلى الشرعية والتحقوا بالشرعية. نعم. بسبب يعني ما وصلت إليه محافظة المحويت،
من تنكيل بالشباب والضغط عليهم وعلى اهاليهم، فبعضهم فروا فبعضهم التحقوا بالجبهات، يعني للدفاع عن الشرعيه وللدفاع عن حقوقهم وللدفاع يعني والكل يقاتل من اجل هذا الوطن. نعم. مهيوب الآنسة عضو المركز الإعلامي لمحافظة المحويت، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.